L'Instant Midi, l'Instant Midi, avec Midi. Avec Midi, tout là c'est Midi. يلا شوما معكم الخبيره ديال انستغرام شوما انستغرام شنو واقع فيه تفضل نعمس خبيره ديال انستغرام رشيد وغادي نبداو براد بيت كوب اللي كان خطير اللي كان شي واحد كتقول لك كوك ما كنت براد بيت ولا ما كنتي انجلينا جولي انجلينا جولي زيد رجعوا لبعضياتهم من بعد 4 سنين وكانوا مفارقين مع بعضياتهم رجعوا ويلي الحب وما يدير الحب وما يدير دوماج انا راه كنعمل بهذه القضيه شحال من واحد كيتفرق مع مرته ويطلقها وسميتو هو يدخلوا كاع في مشاكل وروينه وكيرجعوا مع بعض يعني كتبقى شي حاجه سميتها الحب تو سامبلومون خبيره الثانيه رشيد غادي يمشيو لي فاكتور ديال المودو بزاف ديال الناس عانوا من رشيد في هذا الوقت الكونفينمون وجاو واحد الاثمنه خياليه جاو للناس غنمشيو عند المقدمه مريم القصيري اللي كتقدم البرنامج في الاولى ديال النجوم الاولى دارت صورت لافاكتور ديالها جات فيها 4710 تبارك الله شنو عندها جولف؟ 4000 ريال ولا 4000 درهم؟ 4000 درهم 4000 ريال كاع ما تشكيل تجيني 4000 درهم و700 عندها تيرانات الجولف في الدار؟ ما فهمتش سيرمون الدار عندها كبيرة غتكون الدار كبيرة واخا تكون الدار كبيرة اسمح لي واخا تكون الدار كبيرة عندها عمارة؟ عندها عمارة مسبح بلدي عندك مريم قصيري مخبية علينا كتربي البيض مشكل والله إلا كتربي البيض كيف قص عندها الفلاس لا حول ولا قوة إلا بالله زيد الخبيرة الثالثة رشيد غنمشيو لواحد التقرير اللي صدروا صندوق الأمم المتحدة رشيد على 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 القاصرين اللي كيتزوجوا أقل من 18 سنة وي هو يناهز 14% هنا في المغرب 14% مناش 14% ديال 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 الزيجات كل ما كيكونوا زيجات ديال القاصرات وي 14% بزاف راه هذيك العقليه ديال الدية صغيره هي اللي دايره هذه الروينه هذه عند كل شيء عند كل شيء اللي هضرتي معاك كيقول لك الدية صغيره تربيها على يدك يلا حنا فلوس فلوس تولي دجاجه كتقاقي لا حول ولا قوه الا بالله والله العظيم راه مشكله هذه ديال زواج القصيرات راه كان واحد المشروع شي ايامات لانه دزنا ل 18 سنه الاباء انا مثلا عندي الصوره ديال الاباء الاباء وي الاباء علاش تعطي بيبي نقولوا بيبي باقي صغيرة 14 عام ماشي ناضجة يعني ما ناضجاش ما ناضجاش لا لف كاين اللي عطاهم على 13 عام كاين بسبب الفقر كاين راه كاين بزاف ديال الناس عاوتاني اللي كيخرجوا عندك كيقول لك اودي راه جداواتنا تزوجوا على 13 وعلى 14 وعلى 15 عام وربوا عائلات وطاروا وفعلوا وتركوا 2020 هي اليوم شوف 18 سنة سي 18 انا راه كنا تكلمنا على واحد الصباح على هذاك الاذن ديال انا بغيت نزوج بنتي مازال ما كملاش 18 عام 18 عام وفضينا وحيد اوكي كي عندها بحال كيتفكوا بحال كيتفكوا راه انا كتجيني بحال كيتفكوا راه كاين اللي فيها راه شوف انا ما بغيناش ندخلوا في حياه الناس الخاصه يدبروا راسهم كل واحد كيدير بحياته داكشي اللي بغى راه بعض الاخطارات راه فيها البيع والشراء شريفه راه هذاك هو المشكل الكبير الاخطارات فيها البيع والشراء شي حاجه اخرى نعمس الخبيره الاخرى رشيد اللي غنسالي واحد المبادره زوينه رشيد ما تكونش في المغرب كامل غتكون في بعض المدن هنا في المغرب رشيد بحال الفاس ومكناس وتطوان وجده وجديده والفقيه بن صالح زيد مع دابا غادي نشوفوا غدا غيبداو الامتحانات ديال الباك وي الناس ديال الباك بون كوراج حد سعيد الله يعاونكم وان شاء الله تجيبوا نقيطات زوينين وتفرحوا والديكم وتفرحوا راسكم وسي غدا غادي يبداو رشيد غادي يدير لهم الطوبيسات في هذه المدن اللي قلت دابا رشيد طوبيس فابور ولكن خاصك تطلع وتعطيه كونفوكاسيون ديالك الاستدعاء ديال الامتحان الاستدعاء ديال الامتحان برافو لي زعما علاش ما يعمموهاش على المغرب كامل علاش ما يعمموهاش المدن هادو هما اللي ملونسين عاود لينا المدن عفاك مهدي ومكناس وتطوان وجده جديده فقيه بن صالح ستة المدن ستة زيدوا عمموا كازا الرباط المحمديه العيون الداخله خاصو تنظيم عرفتي مبادره زوينه رشيد تلميذ عندك كونفوكاسيون ديالك تمشي تطلع بها للطويس وتمشي للبلاصه ديال الامتحان ديالك